السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلابنا الأعزاء في أكاديمية العطاء الطبية. شبابنا إن شاء الله اليوم راح آخذ وياكم، أنا الدكتور مصطفى، راح أشرح لكم محاضرة الإميون سيستم، أول محاضرة كأوفر فيو عن الإميون سيستم. شباب، طبعا محاضرة الإميون سيستم محاضرة جدا مهمة، لكونه الموضوع مهم بحد ذاته، فهمه مهم لأنه راح تساعدكم معرفته هواي شغلات، شنو اللي دي يصير بالجسم، كامتحانات وكأسئلة أيضا راح تجيكم أسئلة عليه مهم هذا، فلازم تعرفوه، لازم تفهموه بحياتكم العملية أيضا، جدا راح تواجهون يعني فد مشاكل بي، يعني كبيشنت عندهم مشاكل، كأندرستاندينج أوف باثولوجي ديزيزز، كلهم تحتاجون إنه انتو دارسين الاميون سيستم ولازم تعرفون عنه، فان شاء الله ارجو منكم الانتباه والتركيز. بالنسبة يعني كليرنينج اوبجكتيفز راح ناخذهن، يعني كبريف اندرستاندينج اوف ذا اميون سيستم، راح ناخذ الانيت والاميون سيستم، الاميون سيل ان هاو ذي ار ديفلوبد، والاميون اورجانز. شباب، الاميون سيستم طبعا هو الجهاز المناعي، والجهاز المناعي وما أدراك ما الجهاز المناعي، وأكيد تعرفون عنه وسامعين عنه بعض الشيء، إن شاء الله راح نعرف شغلات هواي عنه حاليا. تعرفون شباب أنه الإنسان يعني ما يقدر يعيش بدون مناعة، المناعة هي اللي تساعد على العيش، المناعة هي اللي تواجه هاي ملايين ومليارات الميكروبات الموجودة بحياتنا اليومية، المناعة هي اللي ساعدنا على أنه تقاتلها وتواجهها وتصدها وتخلينا أنه نعيش ونستمر بالحياة. طبعا هو اكو فايت بين المناعة، يعني حرب بين المناعة وبين المايكروبز، على يعني في صراع دائم، سواء احنا عندنا سيستميك سيمتومز او ما عندنا سيمتومز اكو، ولكن اكو يعني بسيطات تقدر المناعة تتغلب عليها بسهولة بدون ما تطلع عند سخونة او تعب او اجهاد وهالسوالف هاي اللي هسه راح نعرفها ان شاء الله بالسلايدات القادمة. طبعا المناعة هي بها قسمين، بها innate وبيها ادابتيف، وان شاء الله راح نعرف شنو انيت وشنو ادابتيف. راح الادابتيف طبعا لها عده اسماء، مثلا اكوايرد سبيسيفيك اميونيتي، والانيت لا، هي الانيت نفس الاسم. يعني راح نعرف الرول اوف ذا اميون سيستم، راح نعرف عن الانيت والاميون سيستم، راح ناخذ السيلز، وراح ناخذ عن الاورجانز كبرايمري وسكندري ليمفويد اورجانز. شباب، هاي الصوره هسه تباعولها لانه هاي راح تدوخكم، هاي يعني كأنما شلون تختصركم الاميون سيستم وشغله كله، فهاي هسه اذا تشوفوها راح تدخون، فخلوها بعدين نتخلصون المناعة يلا ترجعون وتشوفوها، راح تشوفون انه اللي كل اللي انشرح لكم موجود هنا. نبلش به الانيت والاميون سيستم، هنا نقول overview of immunology. زين، عدنا innate وعدنا شنو قلت لكم specific immunity، innate immunity و specific immunity او adaptive اسمها الثاني او acquired. زين، وعندنا اكو ايضا ما يسمى بالكومبلمنت سيستم، كومبلمنت سيستم. شباب، بالنسبة للانيت، الانيت سيستم شغله يكون at site of injury، at site of injury او يعني يعني سايت اوف انفكشن مثلا، يعني موقع يكون في موقع دخول الميكروبس، يكون شغله هناك. الريسبونس مالته تكون immediately، استجابته تكون آنية وسريعه. الريسبونس immediately،
زين، وتكون generalized not specific. راح نعرف شنو يعني generalized not specific. بالنسبة لل specific immunity أو adaptive immunity أو acquired immunity، هاي اللي يمثلها هو ال T وال B cell، ال T وال B cell lymphocyte. وراح نعرف هذان منين يجن. زين شباب، هذاني وين ما موجودات at site of infection، وإنما ينتظرن في مكانهن بالlymphatic system، فنقول wait away from the infection. تحتاج أحد يقلها يابا صار هذا الانفكشن، تحتاج فد مرسال يروح لها حتى تجي وتشتغل at site of infection. الريسبونس مالتها specific تكون. خوش عيني، هنا specific، هنا تكون not specific وإنما generalized. شوفوا هذا الفرق. وكذلك بما أنه بعيدة وعلى ما واحد يروح يصيح لها ويقولها، فتحتاج شنو؟ وقت. takes longer. ال complement system هو عبارة عن يعني cascade of proteins، راح نعرفها إن شاء الله ونتكلم عنها بالسلايدات القادمة. شباب هاي كoverview هتشي سريع على ال يعني على الشسمة على ال innate وال specific immunity، يعني هاي كشون يتجزأ ال immune system. محتاج إضافة سلايد. زين، هسه احنا نبلش اولا بمن نبلش بال innate system، innate immune system البارت الاول. نقول اول شيء عندنا initial immune response، زين عيني. ال initial immune response شنو اللي يصير عندنا شباب؟ اجانا هذا الباثوجين، هاي المايكرو اورجانيزم، هذا هو الباثوجين. زين، هذا الباثوجين اجى دخل وين؟ دخل الجسم عبر الفيزيكال والكيميكال بارير. عندنا فيزيكال وعندنا كيميكال باريرز، قدر يخترقهن. هذن الفيزيكال والكيميكال باريرز هن جزء منين؟ هن جزء من الانيت اميون سيستم. خوش عيني. فمن اجى هذا الباثوجين دخل للبادي عبر هذن الباريرز، شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ثلاث طرق زين. شنو اللي راح يصير الريسبونس كانيشال ريسبونس بالبدايه اللي هو هذا شغل الانيت اميون سيستم؟ اول شيء راح تجين الماكروفيج تركض. الماكروفيج اللي هي شنو؟ اللي هي احدى السيلز اوف ذا اميون سيستم. هاي الماكروفيج زين. الماكروفيج ايش راح تسوي؟ راح تجي راح تتعرف على هذا الباثوجين، فعن طريق اسمه ريكوجنيشن. سوري، ريكوجنايزد
الباثوجين. زين، تعرفت عليه بس لا recognize و activate ال innate immune system، هي اللي تسوي activate the innate immune system. هاي من يقوم بها؟ تقوم بها الماكروفاج. زين، هاي احدى السيل اللي تيجي at the site of infection. السيل الثانية اللي تجينا هي الدندرايتيك سيل، اللي هي اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. هاي شنو شغلها؟ هاي طبعا الدندرايتيك شكلها يختلف، يكون عندنا هنا شلون البادي، وهاي شلون الاقدام اللي عندها، وهنا هاي النيوكلس بالداخل. هاي شنو اسمها؟ اسمها دندرايتيك سيل. زين، هاي دندرايتيك سيل شو يسوي؟ بيك اب، تاخذ الانتيجين. الانتيجين هو عباره عن مولكيولز يعني موجوده وين؟ موجوده عند الباثوجين. عن طريق هذا الانتيجين يتم التعرف على الباثوجين، تاخذ الدندرايتيك سيل هذا الانتيجين وتروح المن الدزه للليمفاتيك سيستم، للتي سيل والبي سيل، حتى تسوي لهن اكتيفيشن. سواء اذا كان متعرفات عليه سابقا فراح يجي لنا انتيبوديز وراح يشتغلن سبيسيفيكلي لهذا الباثوجين، اما اذا كان ما متعرفات عليه لا، راح تسوي لهن اكتيفيشن وراح يجن يهاجمن هذا الباثوجين ويكونن ميموري. زين، يعني ميموري خاصه لهذا الباثوجين، حتى مستقبلا من يجي تكون العملية انه اسرع وقبل تعطينا الانتيبادي ضد هذا الانتيجين. فاول خطوة تسويها دندرايتيك سيل مهمة كلش، يعني في very important mission اللي pick up الانتيجين from pathogen، وبعد وين track down T and B cells. يعني شنو؟ يعني تروح لل بي والتي سيلز تسوي لها اكتيفيشن، تراك داون تي اند بي سيلز. يعني شنو؟ يعني هذا كل شيء يسموه اكتيفيت شنو؟ ذا ادابتيف اميونيتي. هي الدندرايتيك سيل، بينما الماكروفاج سوت اكتيفيت ذا انيت اميون سيستم. خوش عيني. هسه عندنا منو بعد؟ خل هاي نطولها. يا سيل، او شنو اللي يتحفز عندي كانيشال اميون ريسبونس؟ عندنا الكومبلمنت سيستم اللي قلت لكم عليه. complement system هذا شلون يتحفز؟ يتحفز عن طريق شغلتين، تو باثواي عنده اللاكتين، ما يدعى باللاكتين باثواي، وعندنا ما يسمى بالالترناتيف باثواي. هذا الكومبلمنت سيستم. هذني هن ثلاث خطوط، انيشال ريسبونس المن للباثوجين، اي باثوجين يعبر يدخل قدر يخترق لي الفيزيكال والكيميكال بارير راح يسوي لي اكتيفيشن الهاي ثري باثوايز. زين، هسه ناخذ لنا بعد صفحة. هنا خلينا نبدي نشرح انه الانيت اميون سيستم شلون يشتغل.
احنا قلنا ال innate immune system من يسوي activation الماكروفاجز، فعدنا هذا الباثوجين هذا هو الباثوجين هذا الباثوجين ايش عنده على السيرفس مالته؟ عنده هذين الستراكشرز اللي هن ما يدعى ب باثوجين اسوشيتد مولكولار باترن يسموه. من خلال هذا، من خلال هاي الستراكشرز راح يتم التعرف عليها عن طريق الماكروفاج. هذا الباثوجين قلنا هاي الستراكشرز شنو اسمها؟ اسمها باثوجين اسوشيتد مولكيولار باثوي اور باترن، سوري باترن باترن. الرمز مالته هو PAMP. زين هذا الباثوجين. بعد من راح يجينا الماكروفاجز، الماكروفاج اللي هي اساس الانيت اميون سيستم، اساس الشغل. خلينا نكبرها. هاي النيوكلاس مالتها. هذا السيتوبلازميك ستراكشرز. زين هاي الماكروفاج عندها على السطح مالتها ايضا ستراكشرز تكون مشابهة للستراكشرز، يعني كشكليا يسموهن تول لايك ريسبتر. هذن اسمهن شنو؟ تول لايك ريسبتر. عن طريق هاي الريسبتر راح يصير ريكوجنايزد الباثوجين، ريكوجنايزد الباثوجين. بعد ما صار لها ريكوجنايزد ايش راح تسوي؟ عرفت انه هذا هو الباثوجين، هذا الشيء الغريب اللي دخل للبادي، فايش راح تسوي لها؟ راح تسوي لها انجولفمنت، وراح تبتلعها بعمليه صحوله اندوسايتوسيس. راح يدخل الباثوجين الى داخل ماكروفاج هنا انا. اها فراح يجي هنا انا اكو فاجوسوم، اكو بداخل الماكروفاج اكو ستراكشرز اتشي دايريت صح ولا الفاجوسوم. ف راح يدخل الباثوجين راح يصير هنا بداخل الفاجوسوم. هذا اجى الباثوجين صار بداخل الفاجوسوم. زين اكو بداخل الماكروفاج ايضا، هاي الماكرو
فيج. اكو عندنا لايسوزايم تحتوي على انزيمات، هاي اللايسوزايم، هذان راح يصير لهن جوينينج وحده ويا الثاني، فراح يصير عندنا ستراكشر يدعى بالفيجو لايسوزايم. بهذا الستراكشرز راح يصير شنو؟ ديجراديشن. نسوي ك يعني كسهم افضل، راح يصير عندي ديجراديشن لهذا الباثوجين، ديجراديشن. خوش عيني. هسه نرجع لك فيو على السريع، اوفر فيو. اجي هذا الباثوجين، الباثوجين عنده هذين الريسبترات او الستراكشرز يسموهن باثوجين اسوشيتد مولكولار باترن. اجت الماكروفاجز كانيت اميون سيستم كانيشيالي، اجت الماكروفاج عندها تول لايك ريسبتر على السطح مالتها، تحتوي على فيجوسوم ولايسوزايم او اللايسوسوم اللي داخلها اللايسوزايم. لايسوسوم زين، هاي حتى هاي سوري مو زايم، اسمها فيجو لايسوسوم. تمام، سوت صار انجولفمنت عندي المن للباثوجين، فصار عندي دخلته بالفيجوسوم، عندنا بعد لايسوسوم، صار هنا أنا اخر شيء الستراكشر اسمه فيجو لايسوسوم. هاي الفيجو لايسوسوم تحتوي على انزيمات محللة، هاي الانزيمات محللة سوت لي degradation for pathogen. pathogen هاي ك initially زين، نجحت هاي العملية good جيد. إذا كان الباثوجين قليلات وقدرت الماكروفاج يعني مجرد إنه تسوي لها engulfment و degradation وانتهت المسألة، خير على خير. لا والله ما صار هذا الشيء، هنا راح نبدي وندخل باثواي ثاني اللي هو يبدي الانيت اميون سيستم يشتغل كاملا، راح يصير له اكتيفيشن عن طريق الماكروفاج. زين نبدأ نعم. ما قدرت الماكروفاج تحتوي هذا ال شو اسمه ال هذا الباثوجين، فتحتاج دعم. هذا الدعم شلون يصير؟ هاي الماكروفاج شباب، هاي النيوكلاس مالتها وهاي الستركتشرز اللي بداخلها، هاي ماكروفاج. الماكروفاج راح تفرز لنا والريليز مولكيولز تدعى شنو؟ تدعى السيتوكاينز، سيتوكاينز. واكو محاضرة على السيتوكاينز ان شاء الله راح ناخذهن بالتفصيل. زين، هاي السيتوكاينز هسه من يفرزها بالبداية؟ تفرزها الماكروفاج. هاي السيتوكاينز will induce the inflammation, a process called inflammation اللي هو الالتهاب. هذا الانفلاميشن شي يصير عندنا؟ يصير عندنا فد vasodilation بالمنطقة to increase the blood flow. ليش يزيد blood flow؟ حتى تجيني more cells of immune system حتى تجي تشتغل على الباثوجين. هذا الماكروفاج الموجودة وحدها بهذا السايت ما كفت، تحتاج مور ماكروفاج، تحتاج مور نيوتروفيل، مور مونوسايت حتى تسوي له عملية الفاجوسايتوسيس. فهذا الانفلاميشن
واحدة من فوائده انه راح ازود لي البلود فلو وراح اسوي لي ريكروتمنت، ريكروتمنت المن للاميون سيلز اللي هي يا هي هسه اقول لكم يا هي وحده منهن هن الماكروفاجز. more macrophage will come to the site of injury. macrophage زين. بعد عندنا شنو؟ عندنا السالية هي عندنا المونوسايت، هاي النيوكلاس مال المونوسايت تختلف عن هذيج. شباب المونوسايت هي عبارة عن بريكيرسور سيل فور ماكروفاج، يعني شنو؟ يعني هاي بريكيرسور سيل تفتر بالبلد، من يجيها ريكروتمنت للسايت باي ذا سايتوكاينز، يجيها اشعار بواسطة السايتوكاينز يابا محتاجيك هنا ات ذا سايت اوف انفكشن، راح تجي لهذا السايت ويصير لها ديفرنشيشن فور وات؟ فور ذا ماكروفاج، ويصير لها ديفرنشيشن. يعني شنو؟ تتخصص. كذلك عندنا سيل اخرى اللي هي النيوتروفيل، هاي اسمها نيوتروفيل واكيد سامعين بيها. النيوتروفيل هي احدى خلايا الوايت بلاد سيل اللي هي شغلها مثل شغل الماكروفاج، يسوي لنا فاجوسايت. نفس العملية اللي تسويها الماكروفاج تسويها النيوتروفيل at the site of infection engulfment للباثوجين وتسوي لها degradation. هذا الانفلاميشن سوى لنا recruitment المن لهذا السيل. more cells come to the site of infection. ها هي عملية ال innate immune system يا شباب. بعد شنو يصير عندنا بالانفلاميشن؟ قلت لكم يصير عندنا فازو دايليشن، وبعد انكريزد. ليش يصير فازو دايليشن؟ حتى البلد فلو يزيد لهاي المنطقة والسلة اللي تجينا هواي. زين هاي السلة شلون تعبر من الفاسكولار سيستم للانترستيشال تيشو لهذا السايت؟ عن طريق انكريز راح يصير عندي بالفاسكولار بيرميابيليتي. فاسكولار بيرميابيليتي يعني شنو؟ يعني عبور الخلايا من خلال الفيزول للسايد اوف انجري راح يزداد، راح يصير عندي في السبيسز تقدر تعبر من عدها هاي السيل براحتها. بعد يصير عندي ماست سيل ديجرانيوليشن. ديجرانيوليشن وهاي will release more cytokines and induce more inflammatory cell come to the site of infection more inflammation وتستمر السلسلة إلى أن تقضي على الباثوجين. عندنا كذلك الكلوتينج سيستم ايضا يتحفز، كلوتينج سيستم حتى تسوي البلود كلوت ات سايت اوف انجري. وعندنا ما يدعى بالكاينين سيستم. شباب كل هذه الباثويز عن طريق السايتوكاينز يتم التعرف عليها و يعني يبتدي تتحفز يصير لها اكتيفيشن. هذا منو؟ هذا الـ innate immune system. زين عندنا اكو ما يدعى بالانترلوكينز اللي ايضا تنطرح
هلا نمسح. زين شباب، اكو انترلوكينز ايضا يتم افرازها خلال هاي العملية. عندنا inflammation there. inflammation عندنا هنا هاي الماكروفاج. هاي هنا النيوتروفيل. زين اكو افراز لما يدعى بالانترلوكين. انترلوكين هاي هنا راح يبدي الشغل ك جنرال افكت. عندنا انترلوكين 1 انتر لوكين 1 هذا يشتغل وين؟ يشتغل لي على البرين. شو راح يسوي؟ راح يحفز لي يسوي لي 3 شغلات بالبرين. شنو هن؟ فيفر انديوس فيفر، ديكريز ذا ابيتايت، اند ليثارجي. الواحد يقوم يحس بروحه تعبان. هذان يصيرن ليش؟ يصيرن حتى الـ الانسان او الهيومن بودي شو يسوي؟ ما يسوي اي اكتيفيتي تو كونسيرم ذا انرجي حتى فور اميون سيستم تو فايت ذا باثوجين. فعندنا هسه يا شباب ايضا عندنا قلت لكم الانترلوكين 1. ايش عندنا بعد؟ عندنا بعد الانترلوكين 2 انترلوكين 6 2 و 12. بعدين او البداية عندنا 6، هذا الانترلوكين 6 وين يروح؟ يروح للليفر. هذا الليفر شي يسوي لنا؟ يسوي اكتيفيشن للهيباتوسايت حتى شي يصنع لنا اكيوت فيز بروتين. بروتينز هذان شنو شغلهن؟ يشتغلن كأوبسونينز. واحد يقول شنو هذا مصطلح أوبسونينز؟ إن شاء الله يعني بالسلايد الجاي راح أشرح لكم شنو الأوبسونينز وشنو شغلهن. طبعا هن عبارة عن بروتينات يصنعها الكبد، بس كوظيفتها إن شاء الله راح نشرحها بالسلايد الجاي. زين إيش عندنا بعد يا انترلوكين؟ عندنا الانترلوكين 8. هذا انترلوكين 8 يروح على نيوتروفيل. يسوي لها اكتيفيشن، يسوي لها اكتيفيشن وريكروتمنت. يعني شنو اكتيفيشن ريكروتمنت؟ يعني يخلي النيوتروفيل يزيد عددها، يصير بروليفريشن وتروح اكثر للتارجت سايت اوف انجوري، واكتيفيشن انه تبدي تسوي عمليه الفاجوسايتوسيس. فشنو اذن؟ ريكروتمنت prokaryotes and activate neutrophils. هذا هو interleukin 8. ايش عندنا بعد؟ عندنا الانترلوكين يا هو 2 وانترلوكين 12. هذني وين يرحن؟ يذن يرحن على اكو سيل يسموها ناتشورال كيلر سيل، هي ايضا احد خلايا المناعية او الدفاعية. ناي ناتشورال كيلر سيل يسوي لها اكتيفيشن. اذا شنو؟ اكتيفيت ذا
natural killer cell. Killer cells. هذا هو interleukin 8 و interleukin العفو interleukin 12 and interleukin 2. عندنا بعد اكو ما يدعى بالتيومر نيكروسيس فاكتور الفا. هذا التيومر نيكروسيس فاكتور هذا يشتغل على كل الباثويز، هذا سيتوكاين يشتغل على كل الباثويز، يسوي لهم شنو اكتيفيشن. فهاي يا شباب هي شنو ما تدعى بالاكيوت فيز ريسبونس، اللي هي شغل الانيت اميون سيستم. اكيوت فيز ريسبونس ان هذا inflammation when inflammation is induced by cytokines that released by macrophage. زين يعني هاي السيتوكاينز ايش راح يصير؟ activation للماكروفاج، more macrophage, more neutrophils come to the site of injury, increase هاي السيتوكاينز. عندنا interleukin 1، عندنا 6، عندنا 8، عندنا 2 and 12، وعندنا tumor necrosis factor، وكل وحده وعرفنا شنو عملها. هاي ك initial response ك acute phase يعني response. هسه عندنا شنو قلت لكم يا شباب، راح نشرح لكم على الاوبشنز. هاي شنو هاي الاوبشنز؟ الابسونز هي عبارة عن complex molecules produced by the liver. الابسونز هي complex molecules. هاش يعني produced by liver عرفناها، واللي هي ايضا بروتينز ايضا يسموها. خوش يعني من امثلتها مثل شنو؟ مثل ما اعرف اذا سامعين بي لو لا، يسموه سي رياكتيف بروتين. سي رياكتيف بروتين رمزه اذا تشوفوه سي ار بي. هذا يصحوا له acute phase reactant أو acute phase protein produced by the liver. Produced by the liver. In response to what? To interleukin يا هو قلنا. Interleukin 6. طبعا هذا بيم شنو نستفاد من عنده السيري اكتف بروتين؟ كقياس يعني كتحليل ندزه نستفاد من عده نشوف السيرم ليفل مالته. على اساس السيرم ليفل يعتبر ماركر للسيفيريتي اوف انفلاميشن، ماركر فور انفلاميشن على اساس الليفل مالته. كذلك بالتريتمنت حتى اشوف يعني زين التريتمنت مالتي، جود ريسبونس شلون، ايضا كتحليل مو كهيستوري وك شو اسمه ساينو سيمتومز، كتحليل ايضا يفيدني هو يفيدني السي ري اكتيف بروتين. زين يعني هاي كشيء. بعد اكو عمل الها انه شنو شغلها على الباثوجين على مستوى السيل. شغلها يا شباب هاي الاوبسونز هاي البروتين تيجي شو تسوي؟ تسوي اتاتشمنت. For pathogens. تجي ترتبط بالباثوجينز على السيرفس اريا مالتها. شنو شو استفاد من عدها واذا ارتبطت؟ راح ترتبط بالباثوجين على السيرفس مالتها السيرفس اريا، راح تخلي الهوست اميون سيل تتعرف على هذا الباثوجين بسهوله وتؤدي وظيفتها بسهوله. To kill this pathogen. هاي هي وظيفتها. Helps the macrophages and neutrophils with process
شو اسمها الفاجوسايتوسيس. هاي شغل لوبسونز. خب واضح ان شاء الله. اتاتشمنت بين الباثوجين والماكروفاج حتى تسهل التعرف عليها وحتى يعني تسهل عملية الفاجوسايتوسيس. هذان هن عبارة عن بروتينز برودوست باي ذا ليفر. نعيدها، خوش عينين من امثلتها السيري اكتيف بروتين يحفزها طبعا انترلوكين 6 اللي عبارة عن سايتوكاين ينفرز دونك ذا انفلاميشن، وايضا يعتبر ماركر فور انفلاميشن. هاي هي الكومبلكس بروتين. زين طبعا يا شباب هذا الـ يعني الانيت اميون سيستم يتحفز، قلت لكم اذا تذكرون شو وقت من يكون عندي شنو الفيزيكال والكيميكال بارير شبيهن، يعني شلون نقول يفشلن في الدفاع عن البادي. مثلا السكن اللي هو يعتبر فيزيكال بارير، من يصير كات بي راح يدخل هذا الباثوجين من خلال هاي الكات ويدخل الى داخل البادي ويسوي لنا شنو، يسوي لنا هاي العملية مال الانفلاميشن. زين شنو لنا مثلا عندنا فيزيكال وكيميكال باريرز، من تغلب عليهن الباثوجين راح تبدا عندنا عملية انفلاميشن. عندنا يعني innate وعندنا adaptive innate immune system و adaptive immune system راح يشتغلان. مثل ايش عندنا ال physical barrier، sorry ال physical barriers، مثل ايش عندنا skin، السكن هو physical barrier. بعد عندنا الميوكوزا، الميوكوزا وين موجودة؟ موجودة بال respiratory system، موجودة بال GIT system اللي هو gastrointestinal tract، وموجودة وين؟ باليورينري تراكت ايضا، بالجهاز البولي والجهاز الهضمي، موجود بالريسبيراتور سيستم. هاي الميوكوزا تعتبر ك فيزيكال بارير. زين مثل شنو عندنا كيميكال بارير؟ هنا عندنا الكيميكال باريرز، عندنا مثلا الحامض ال HCl الموجود وين؟ بالستومك، هذا كيميكال باريرز. زين يعني هذا كيميكال بارير، ناتشورال كيميكال بارير. زين يقتل الباثوجين في حال قدر، يعني الباثوجين مثلا يعبر هاي الاسيديتي او مثلا اسيديتي قليلة وقدر يتخطاها، راح يصير عندنا يعني الباثوجين يعبر ويكون يسوي الميوكوزال انجري، يلا يقدر انديوس انفلاميشن. عندنا بعد شنو الكيميكال بارير؟ عندنا اللايسوزايم، اللايسوزايم وين موجودة؟ بالسويت، بالتعرق والتيرز، هذا الدمع. بعد عندنا من أمثلة الكيميكال بارير اللاكتيك أسيد، وين موجود؟ مثلا موجود بالفاجينا، بالريبرودكتيف سيستم. فهاي يا شباب بعض الامثله على الفيزيكال والكيميكال باريرز. ذني من يتخطاهن الباثوجين زين عيني راح يسوي انديوس للانفلاميشن ويبدي شغل الانيت اميون سيستم والادابتيف اميون سيستم. زين خلينا نضيف لنا بعد سلايد. هاي هسه خلصنا يعني الانيت سيستم. تذكرون يعني قلت لكم فد مصطلح اسمه الكومبلمنت سيستم بالبداية، كومبلمنت سيستم.
هذا الكومبلمنت سيستم شنو شغله؟ كومبلمنت سيستم هو عبارة عن بروتينز يرمز لها from C1 to C9. هي طبعا كاسكيد، عبارة عن سلسلة من التفاعلات from C1 to C9 تنتج عندنا يعني في التغيرات ويعني arrangement of specific proteins. هاي البروتينز شنو راح تشتغل؟ الناتج مالتها هاي الكاسكيد result in أول شيء opsonins. عرفنا شنو فائدة الأوبسونينز بالإنفلاميشن. بعد شنو induce the inflammation اللي هن الفازودايليشن increase the vascular permeability and so on. بعد destroy the pathogen تروح للباثوجينز او تشتغل عليها سولا ديستروي. هاي فائدة الكومبلمنت سيستم. زين شنو اللي يحفز ليها اللي هو التريجر مالته شنو؟ التريجرز عندنا اكو فد باث ويز يدعى عندنا لاكتين باث واي وعندنا الترناتيف. هذا لا تذكرون شرحت لكم اياه بداية المحاضرة يعني ذكرنا. فعندنا شنو اللاكتين باث واي والالترناتيف باث واي. هذان الباث وايز من اللي يحفزهن؟ الباثوجين نفسه دايركتد باي باثوجينز. زين عندنا بعد شنو؟ عندنا اكو يدعى الكلاسيكال باثوي. هذا احد باثوي مال الكومبلمنت سيستم. هذا من يحفز التريجر مالته هو انتي بودي انتيجين كومبلكس. خوش يا شباب، هذا هو الكومبلمنت سيستم. هسه خلصنا الادابتيف عفوا الانيت اميون سيستم وخلصنا الكومبلمنت سيستم، وراها شنو نشرح؟ نشرح الادابتيف اميون سيستم حتى الدور شنو ندخل على محاضراتكم ونشوف شنو موجود بيها. تذكرون انه بداية السلايدات قلت لكم اكو 3 سيل راح تجي، واحدة من عندهن كانت يا هي الدندرايتك سيل، ان شاء الله تكونون ما نسيتوها. تقريبا شكلها يكون هيك. صارت هاي زايدة، خلاص نعدلها. هاي دندرايتك سيل. أو لها اسم ثاني يسموها انتيجين بريزنتينج سيل. انتيجين بريزنتينج سيل يعني شنو؟ يعني هاي السيل تجي تاخذ الانتيجين اللي هو مولكيولز يطرحها الباثوجين، تاخذ الانتيجين وتروح للليمفاتيك سيستم تو انهانس اند اكتيفيت ذا تي سيل اند بي سيل، اند ذس از ذا ادابتيف اميون سيستم ويل ورك. هنحط هنا عنوان كبير Adaptive Immune System. زين اجت الدندرايتك سيل على هاي البودز مالتها جايبة الانتيجين. شلون شايلة الانتيجين؟ شايلته اكو فد موليكيول على هنا على السطح مالتها
هذا اللي بالأزرق هو شنو؟ الأنتيجين. هذا يسموه، هذا بالأحمر HLA class 2 molecule. هذا في الستركتشر موجود على السطح مات الدندرايتك سيل، يشيل الانتيجين اللي هو هذا، يحمل الانتيجين او يشيل الانتيجين ويروح بي المن، يروح بي للليمفاتيك سيستم. راح يروح شو يسوي؟ يحفز لي اكو سيل تي سيل يسموها سي دي فور سيل. هاي ام الشغل، هاي تي سيل يسموها سي دي فور. طبعا هاي موجود على سطح ستراكشرز يسموها تي سيل ريسبتر. هاي التي سيل اجاها الدندرايتك سيل، جابت لها الانتيجين، ارتبط الانتيجين بال هاي التي سيل ريسبتر الموجود. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير بها هاي السيل بروليفريشن اند اكتيفيشن. النيوكلاس مالتها تكون كبيرة، التي لينفوسايت. وهذني كل وحدة بيها تي سيل ريسبتر. هنا اسمها راح يتغير التي سيل من سي دي فور الى شنو؟ الى تي هيلبر سيل. صار اسمها شنو؟ تي هيلبر سيل. بعد ما صار لها اكتيفيشن بيمن بال انتيجين اللي جابتها الدندرايتك سيل. زين، هاي التي هيلبر سيل هم ايش راح تسوي لنا؟ well present antigen in form of HL1 HLA 1 molecule class 1 يعني المن الى T cell اخرى تدعى CD8. صار عندنا هواي اسماء بالتي لينفوسايت. هاي التي سيل ريسبتر، هاي ايش اسمها؟ اسمها سي دي 8 سيل. سي دي 8 سيل، خوش عني. زين، هاي السي دي 8 ايش راح يصير بيها؟ راح يصير لها proliferation و activation وتتحول الى cell تسمى cytotoxic T cell. صار اسمها شنو الاخير؟ cytotoxic T cell. نفسيتها هاي تي هيلبر سيل ايضا تفرز سايتوكاينز تسوي اكتيفيشن للسي تي للسي دي 8 سيل. زين، هذا باث واي. زين، التي هيلبر سيل لها بعد باث واي ثاني تشتغل على من؟ على البي سيل. هاي كان شغلها على التي سيل، التي لينفوسايت اقصد، يعني عن طريق السايتوكاينز اللي تفرزها سايتوكاينز. راح تجي تشتغل على من؟ على البي سيل لينفوسايت. البي سيل ايضا بيها شنو؟ بيها
يسموها بي سيل ريسبتر بي سي ار، هذه جالسة على تي سي ار تي سيل ريسبتر، هاي هي البي سيل. والشباب من اجى السيتوكاينز، اجت بتنتي هيلبر سيل للبي سيل، سوت لها اكتيفيشن. طبعا ذن وين موجودات البي سيل والتي سيل؟ موجودات وين؟ بالليمفاتيك سيستم. اجت السيتوكاينز وجتها الدندراتيك سيل، سوت لهن اكتيفيشن. البي سيل من صار لها اكتيفيشن راح يصير لها ديفرنشيشن، يعني شنو؟ راح تتخصص اكثر. ايش تصير اسمها؟ يصير اسمها بلازما سيل. صار اسمها شنو؟ بلازما سيل. وهاي سيل مهمة. ليش مهمة؟ هسه اقلكم ليش. هاي البلازما سيل شو راح تنتج لنا؟ راح تنتج الانتيبوديز يا شباب، المضادات اللي يكونها الجسم ضد الانتيجين اللي اجانا. وان شاء الله اكو محاضرة على الانتي بوديز والانتي جين. انتي بوديز a lot of antibodies. احنا راح ناخذ يعني اليوم تشفد يعني فد شي بسيط عن الانتي بودي، اشرح لكم اياها. يعني هيك تقريبا يكون شكلها. هاي هي الانتيبوديز. من اللي صنعناها؟ البلازما سيل اللي هي كانت بي سيل وصار لها اكتيفيشن ودفرنشيشن. زين، بعد اكو باثوي ثاني تتخذ البي سيل، تتحول الى شنو؟ الى ميموري بي سيل. ميموري بي سيل اللي هي شنو هاي؟ من يجي هذا الباثوجين نفسه ويجي يدخل مره ثانيه للبادي ويسوي له انفلاميشن، هاي قبل راح تعرفه وراح قبل تروح تهاجم الانتيجين، لان هي كونت له انتيبودي بال يعني الدخول السابق. فلذلك يسموه adaptive immune system او specific immune system او acquired immune system، لانه عن طريق الانتيجين من هذا الباثوجين سويت له ميموري، specific ميموري. بالاتاك الثانيه من يجي يهاجم البادي راح يهاجمه راسا، هذا الانتيبودي يهاجم هذا الباثوجين. فهاي هي تسمى الميموري بي سيل. خوش شباب، هاي هي الاميون ميموري. زين، التي هيلبر سيل بعد اكو شغله سوينا اياها. شنو هي الشغله؟ تروح للسايت اوف انفكشن او انفلاميشن، هاي هي التي هيلبر سيل. ويل ترافل تو ذا سايت فور سايت of inflammation. اجت للسايت اوف ان انفلاميشن ويل سكريت السيتوكاينز. شغلها انه التواصل بيناتهم، طبعا الاميون سيستم كله عن طريق السيتوكاينز يا شباب، سيتوكاينز وريسبترز. هن ذني هاي السيتوكاينز ايش راح تسوي؟ راح تشتغل على الماكروفيج، راح انهانس ذا اكشن اوف فاجوسايتوسيس وانهانس ذا انفلاميشن.
هاي هي الماكروفاج او حتى النيوتروفيل، مو فقط الماكروفاج يا شباب، خلينا نقول انفلاماتوري سيل، انفلاماتوري سيل شو يسوي؟ انهانس ذا انفلاميشن و شنو؟ فاجوسايتوسيس. فاجوسايتوسيس هذا هو شغل الادابتيف اميون سيستم. نرجعك كويك ريفيو كامل حتى تكون خريطة واضحة عندنا. اجت الدندرايتيك سيل اللي هي عبارة عن انتيجين بريزنتينج سيل، جايبة شايلة وياها الانتيجين مال الباثوجين، اجت وين؟ حفزت لي ال سي دي 4 سيل اللي هي التي ليمفوسايت اللي موجودة بالليمفاتيك سيستم. سي دي 4 صار بيها شنو؟ صار بيها اكتيفيشن وبروليفريشن، صار اسمها تي هيلبر سيل. تي هيلبر سيل will take three ways, three pathways. تروح على ال CD8 سيل تحفزها عن طريق HLA molecule class 1 and cytokines. خلاص شباب راح تحفز ال CD8 سيل، هاي ال CD8 سيل will proliferate and activated converted to what's called cytotoxic T cell. بعد ال T helper will secrete a cytokines that activate the B cell lymphocyte. B cell lymphocyte will have two pathways. واحد منهم انه راح يصير لها differentiation to plasma cell to secrete the antibodies. الباثوي الثاني راح تتحول الى memory B cell، وهذا ما يدعى بالimmune memory. راح تحفظ هاي الانتيجين اللي اجى وتكون له specific antibody، بس تدخل الانتيجين will attack it. زين الباثوي الثالث اللي تاخذه تي هيلبر سيل راح تروح للسايت اوف انفلاميشن، راح تفرز لنا سايتوكاينز will enhance the process of inflammation and induce the phagocytosis process. هذا هو باختصار او يعني بمفهوم مبسط، حاولت ابسط قدر الامكان، انه شغل الادابتيف اميون سيستم. ان شاء الله يكون واضح لكم يا شباب. خلي الانتيبادي بس يعني فد كويك، فد شغلة سريعة عالية، هو إلى محاضرة طبعا. هذا يمكن صار شوية عوج. زين نا انتيبوديز. زين شباب هذا هو شكل الانتيبودي. الانتيبودي بي شنو؟ بي تو ريجنز. هاي وحدة يسموها variable region، variable regions. شنو يعني variable regions؟ يعني متغيرة. هذا يكون شكله متغير. زين ليش متغير؟ لأنه قلنا كل يعني كل antibody يكون specific لأنتيجين، فالأنتيجين واحد شكله يكون مربع، واحد مثلث، واحد مستطيل، واحد معيني. فشلون يجي يقعد على الأنتيبادي؟ لازم الأنتيبادي يكون شكله ملائم لشكل الأنتيجين، فعن طريق هذا الجزء يتم تغير الشكل حتى يلائم شو اسمه الانتيجين. ف match different different شنو يا شباب antigens. وهنا هاي
هاي هي fixed region. fixed region هاي ثابتة. هاي وين؟ recognized by cells of immune system. يعني هاي هي cells of immune system هي اللي تقعد عليها. of immune system هذا الشكل يسموه هو Y shape. طبعا هو الانتيبودي عبارة عن بروتين. بروتين مولكيول هذا يا شباب يعني فد شي مبسط عن شكل الانتي بادي. زين كشغل ايش يشتغل؟ خلي هنا نكتب يجي يسوي اتاتشمنت تو توكسينز فور توكسينز اللي هن شنين التوكسينز اللي هن اي مولكيولز اللي هن الانتيجينز اوف اوف الباثوجين اللي يفرزها من يدخل البادي. فشي يسوي واذا اتصل بها ناتشورالايز ذيم افكت، يعني شنو راح يلغي الافكت مالتها على البادي. ناتشورالايز ذيم. وبعد شي يسوي attach to the receptors of pathogen. attach to the receptors of pathogen. prevent them from replication, colonization. يعني شنو؟ will stop the effect of pathogen. يعني شغل الباثوجين انه مو يتكاثر فيصير بيه replication. فهو من يجي الانتيبادي يرتبط بالباثوجين راح يوقف هاي العملية. فشي يسموها prevent. مثلا اذا كان viral يصيروا له viral infection. خوش شباب. او يجي يرتبط بالباثوجين ويسوي agglutination بحيث ما يخليهم يكملون شغلهم كيفهم. agglutination يعني كأنه مثلا aggregation مكان واحد حتى شنو تجي الماكروفاج هماتينا تقاتلهم. بعد شنو يشتغل كأوبسونينز. أوبسونينز يخلي الماكروفاج تجي تتعرف على هذا الباثوجين بسهولة وتسوي لها فاجوسايتوسيس. فهاي يا شباب باختصار شغل الانتيبودي. ان شاء الله يكون واضح. هسه يا شباب خلينا نشوف المحاضرة شنو موجود بيها. شوف عيني هنا يعني هاي صورة توضيحية للان ايتان ادابتيف اميون سيستم يعني اللي شرحت لكم يعني. اجى هذا الميكروب، هذا هو الميكروب. اجى هذا الفيزيكال بارير اللي هو مثلا سكين ابيثيريال بارير، عبره قدر يعبر. اجى منو عندنا؟ عندنا النيوتروفيل وعندنا الماكروفيج وهاي الدندرايتك سيل الانتيجين بريزنتنج سيل. عندنا كذلك هاي الناتشورال كيلر سيل تفرز انترلوكينز وتهاجم الباثوجين. هذا هو الكومبلمنت شباب اللي شرحت لكم اياه. شوفوا شلون اجى ارتبط بالباثوجين. خوش عيني. فهذان سواء عمل الماكروفيج والنيوتروفيل فاجوسايتوسيس. الدندرايتك سيل تروح تاخذ تشتغل كانتيجين بريزنتنج سيل وتروح للليمفاتيك سيستم. هذا كانيت اميونيتي. كادابتيف اميونيتي من اجت الدندرايتك سيل ايش راح تسوي؟ حفزت لي البي لينفوسايت. شوف هاي البي لينفوسايت هذا هو الانتيجين. هاي البي لينفوسايت صار لها شنو؟ بروليفريشن اند ديفرنشيشن. صار بعض منها بلازما سيل، بعض منها صارت ميموري بي سيل. البلازما سيل سوت لي اعطتني انتي بوديز. هنا
التي لينفوسايتس اجتها التي هيلبر سيل، قلنا لكم شباب من تروح للسايت اوف انفكشن شو تسوي لنا؟ طبعا هنا صار التعرف على الباثوجين، ارتبطت بهاي الماكروفاج اللي هي جايبة الباثوجين، صار التي لينفوسايتس صار لها اكتيفيشن وبروليفريشن، راح عدها فد يعني عدة يعني تطرح يعني فد تواصل يصير بينها وبين ال خلينا نقول اي تواصل افضل، تواصل بينها يصير وبين الماكروفيج حتى enhance the effect of phagocytosis. طبعا اكو بالسلايد الجاي هسه راح نشوف انه عندنا cytotoxic B cell واكو T helper cell. ال T helper cell activate الماكروفيج to kill the microbe، بينما السيتوتوكسيك تي سيل تروح على السيل اللي دخل بيها الباثوجين، فبعد يعني لازم شو تسوي؟ تقتل هاي السيل، ف will kill this cell، ما تقتل بس يعني مو host cell مو ماكروفاج حتى تخليها تسوي عملية فاجوسايتوسيس، لا تيجي تقتل هاي السيل. كذلك الماكروفاج اللي ما تقدر تقتل الباثوجين اللي بداخلها تجيها السيتوتوكسيك تي سيل تقتلها، يعني هي التي سيل مجملا. هنا هاي دا يقارن بين الانيت والادابتيف، يقول